في الحمد لله على السلامة، أو بعدك زعلانة؟ رح ضلك هيك بيرمي بوزك؟ مالي لهالحكي يا ثروت؟ حكيتك حكي حلو ما رديتي، وهيدا الحكي مش عاجبك، شو حتزورة هاي؟ لا مش هيك، بس مش قادرة أحكي، مش قادرة أسمع شي. ليش صايرة لئيمة؟ مش معود عليك هيك. وعشو معود؟ على الضرب والصريخ كل ما طلع على بالك؟ قلت لك بعتذر. خلص مرقيها. ما بدك تسأليني شو صار معي بالسفرة؟ خبرني. ما قالوا لي انك هون. بس عن جد حلوة، مع اني ما بحب هيك سيارات. ليه بقى؟ انا بحبها كبيرة اربع ابواب، هيدي بيبان صغيرة هيك بتلبكني. باب واحد وبالزيادة، اعطيني حمد. هون صح؟ بدك تمضي؟ مرحبا. ايه اهلين حبيبة. كيفك لؤي؟ تمام. اسمحي لي اخذ خطيبتي عبكير اليوم؟ ايه والله يا ريت. طب يلا مشي معنا بنغير جو سوا. لا والله ما بقدر. جد ما منأخرك. صدقني مشغوله، عندي نزله بعد على السوق. بدك تردي له الهديه؟ هيك شيء. ايه طب يلا خلصي واحكيني، بلكي بتلحقينه. روحوا انتم انبسطوا ما تعتلوا همي. طيب، باي. 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 خطر لك؟ أنا قلت بما إنه جارنا العزيز ما معه تليفون، هيك هو قال لي. قلت هاي الطريقة الوحيدة لحتى شم ريحته لما يوصل. بركي كنت طالع؟ بنترك لحتى توصل، ما أسألك. الله يسلم هالدقيقة، حلوة. هلا هيك الواحد برش. شو لك؟ هلا كل هذا مشان تعرفي امتى فايت وامتى طالع؟ كنت علقتي لي جرس على الباب ما احسن؟ كل ما بطلع وبفوت بيرن